ماذا يريد حزب الله من المؤتمر المقبل اللي جاي مفروض على لبنان، بما أنه نحن جايين على أزمة وجايين على فراغ رئاسي، وعم تقول حضرتك أنه الفرنسيين في عندهم فكرة كانوا والأمريكيين رجعوا على المنطقة ويبدو أنه في مشهد جديد، ماذا يريد حزب الله من هذا المشهد؟ نحن بنعرف أنه هلأ في لقاءات بين حزب الله والفرنسيين وفي نقاش مستمر دائم مش جديدة. لكن 2014 عفوا على كلمة لكي بتتذكري أنه الفرنسيين دعيوا مجموعة قالوا بدنا ندعي الرؤساء اللبنانية المرشحين على الرئاسة على فرنسا نفحص الموضوع. وقت راح ميشيل عون وحده، شو كان الهدف؟ كانوا هن مقطوع العلاقة بينه وبين حزب الله. دعيوا ميشيل عون بس يفتح لهم إذا خط مع حزب الله. هن مع الحزب ما بيقطعوا، بيعتبروا أن الحزب قوة قائمة موجودة عندها شعبيتها، عندها انتخابات، عندها نواب وعندها وزراء. هذا الموضوع، وهن بخافوا من الحزب لأنه بخافوا على عسكرهم بموضوع الجنوب وعندهم مصالحهم. فرنسا ما بقى عندها بكل العالم إلا كم دولة بأفريقيا فقيرة، وعندها هون والعراق أخذت فيها مشاريع قبل تشكيل حكومة مئاتي. مشان هيك هي ترعى يعني الحالة الشيعية بلبنان بمعنى المذهبي، وعندها علاقة متقدمة مع إيران. هيدا كان برعاية يعني مع إيران برعاية أمريكية، بلبنان برعاية مباشرة هي من عندها. هلا بدنا نشوف بده يغير ادارته ب 15 تموز لاخر تموز. بتغير كثير مسؤولين لهم لون ولهم تاثير بالمعادله. بيتغير شيء عم يرجع يقول خلص خنج لحزب الله، عم بقول خلص اذا قال له للفرنسي دروب فين بهالموضوع. بس هلا التغير يعني خساره ماكرون بالجمعيه العموميه بالنواب بالمجلس، هل يمكن انه تغير بمسار السياسه الفرنسيه تجاه لبنان ولا لا؟ السياسه الخارجيه تبقى هي زادة. لبنان الوضع الاقتصادي بتراجع، الناس مش عم بتفوت على المستشفى، امبارح مات الطفله الثانيه ما في دواء، بيتعاطوا سياسي كانه ما في شيء بالبلد. بكره شوفي ماكرون كيف بيغرق بالمحل بالملف الداخلي، بده يحسن وضعه لانه في حزب وفي فريق سياسي وفي مصالح. ماكرون يمثل في فرنسا مشروع رجال الاعمال، يعني ما بيمثل فكر سياسي، رجل ديناميكي يسعى الى الاموال. من هيك اجى على لبنان عم يعمل بزنس بلبنان، من هيك راح على العراق عمل تفاهم. فاذا ايه بده يتاثر، بده يرجع ينصرف نحو الداخل لانه بده يتكربش بكثير اجراءات بكثير قرارات. ما راح يقدر يعمل، ما في يقدم شيء بقى لهون. حزب الله اكيد بده يتمسك فيه اكثر، بس حزب الله بلحظه بشوف القناه الثانيه اللي هي فاتحه مع الامريكان، يمكن من خلال عمان، من خلال اي مصر، يعني لا عفوا مش مصر، من خلال اي دوله بقصد، بيفتح بيرجع بيفتح صف بيفتح علاقه. هلا ما في شيء على الساحه اللبنانيه اسمه مؤتمر. اليوم اذا بتلاحظي الامريكان عم يحكوا بالطائف، والسفير السعودي عم يحكي بالطائف، والسعوديين عم يحكوا بالطائف، والوضع كثير محسن بالموضوع. الاقليم اللي له علاقه بهذا الخط، يعني امبارح حتى بلبنان السفير التركي زار امبارح السفير السعودي. هيدي بعد كل الكلام تبعت موضوع خاشقجي والكلام اللي كان حمله على السعوديه، اليوم في توحيد صف لهذا المحور اللي هو طبعا في مواجهه ايران بالبدايه. هذا الموقع اللي صاير اليوم بالبلد. الفرنسي ما بيقدر بقى يخلق بينه، يعني اذا قال له السعودي اليوم انا عم بحكي مع الاماكن رح يحطوا على جنب الفرنسي. يعني هل هذا اللي عم تقوله بدل انه نحن رايحين على مرحله مواجهه ولا مرحله تسويه؟ لانه في البعض يقول ان نحن مرحله تسويه، رايحين على مؤتمر يرسي تسويه جديده بالبلد. هلا اللي عم تقوله حضرتك لا، بيقولوا نحن رايحين على مواجهه. ايه عم لك في مواجهه، يعني اليوم العلاقه الجديده السعوديه الامريكيه ستنتج تفاهم. هي ما بيكون اجى زاك سليفان واجى عده اشخاص حضروها، ما بصير مباشره. يعني هلا كيف عم بيقولها بايدن انه سالتقي بولي العهد وسيكون موجود، هذه كلام بالنتيجه خمس كلمات بيحكوا مع بعضهم الدول بيتفقوا على يعني على مشروع. اليوم ايه في اصطفاف جديد، اصطفاف جديد عربي تركي خليجي في وجه ايران. الامريكي سيكون يعني داعم لهذا الموضوع. اسرائيل كما نكون عم نحكي بخجل هي اليوم داعم لهذا التقارب. عم تكون موجوده باجتماعات فيها الاردني والتركي والمصري. في خريطه جديده بهذا الوقت، بتكون في تجاذب يعني على البارد. يعني مثلا اذا اجت انتخابات الرئاسيه بلبنان انه بيقولوا بنقطع لبنان وبنكمل التجاذب، او بيكون لبنان بقلب التجاذب، تما كبر الحجر نعطي لبنان اهميه ونقول نحن لبنانيين مهمين، يمكن يكون الاهميه 5%. ساعتها بقولوا بدنا نعمل تسويه، بنقوا رئيس تسويه بقولوا ضبط بحالكم واسكتوا وبلشوا بالاقتصاد ومشوا حالكم، ويعني اعملوا اصلاحات. هيدا حسب كيف بتكون
هذا عم أقوله أنا. نعم. إذا بدو يتركوا الورقة مفتوحة لصالح مين؟ مين مستفيد اليوم من هذا الفراغ الموجود باللبنان؟ يعني فراغ السلطة. حزب الله عرف هالموضوع، هو عم بيعاني منه وكل الشعب عم بيعاني منه، وحتى تحديدا في 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 هجرات نتيجتها. فإذا ما حدا مستفيد. نعم. بعد عندي هيك 4 دقائق بس، يبدو انه جاوبت اسرائيل في كلام انه في الرد الاسرائيلي على الكلام اللبناني، اخر كلام اللبناني لهوكشتاين او العرض اللبناني جاء بالرفض. ملف اللبناني والترسيم الحدود قالوا هن انه نحن في 23 عم بيقولوا اللبنانيين انه قانا نحن مش ماسحين الا من الجو، مسح بري مش صاير، ما بنعرف قديش فيه غاز. بينما الإسرائيلي كريش مسحه من الجو ومن البر وبلش حاطط 3 مليار دولار استثمار فيه تبلش يطلع الغاز، ووقع الإسرائيل وقعت إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي من جمعة اتفاقية تصدير غاز. نعم. بلبنان بعد 23 عين على جنوب 23 أو أنه في قانا مش عارفين قديش فيها، عم بيقولوا إذا في غاز أو لا، عم بيقولوا طب أعطونا جنوبها المساحة اللي هي 860 كيلومتر. هيدا الطرح، بس هذا الطرح يعني بعده مش متاخد بطريقه نهائيه، يعني مش مقتنعين. الوسيط اللي هو بالنتيجه مش وسيط، هو موفد وهو منحاز بطريقه واضحه. بدهم عمليه تنازل كامله، ما بدهم حدا يقدم صوب، يعني صوب بعد 23. هذا الموضوع انطرح. هلا الموضوع عم بيقولوا بده يجمد لبعد نهايه العهد، ما بقى عندهم شيء، لانه بده هيدا اوكشتاين عفوا بده يهتم بالمنطقه جايه بايدن، بده يعمل اتفاقيه. هو بفريقه الاساسي. نعم. هو بفريق الطاقه الاستراتيجي. صحيح. فاذا انه ما في شيء بالموضوع هلا الغاز. هلا هو وين المشكله الايجابيه، يعني وين النقطه الايجابيه ما دام اذا في موضوع الغاز؟ انه اذا مش عم اقول لبنان يتنازل هلا، انه اذا لبنان تنقول وافق على قانا يمكن وما في غاز، بس ساعتها سيسمح له بكل الشاطئ يستخرج. هلا اسرائيل وامريكا منعينه يستخرج، وحتى عم يضغطوا على الشركات. عم يضغطوا على الشركات، هذه مش معناتها تنازل، بس انا عم بدك شو الوقائع بتصير يعني. نعم.